مشاهدينا سنتابع مع حضراتكم ما أفادت به مراسلة القاهرة الإخبارية، أو على الأقل سنتابع الصور التي تأتينا من أوكرانيا حول زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، زيارة التي لم يعلن عنها إلى أوكرانيا. كما نرى في هذه الصور في العاصمة كييف يتم استقباله من قبل وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا. التقدم البطيء للهجوم المضاد، ونريد التأكد من أن أوكرانيا ستحصل على ما هي بحاجة إليه، ليس فقط للنجاح في الهجوم المضاد ولكن أيضا إلى ما تحتاج إليه على المدى الطويل لكي يكون لديها قوات درع قوية وقوات دفاعية قوية، وذلك لكي تمنع أي هجمات مماثلة في المستقبل. وسنواصل عملنا مع شركائنا وحلفائنا فيما نعمل على إعادة بناء ديمقراطية قوية ومبادئ دولية، وذلك لاستمرار أوكرانيا وازدهارها في المستقبل. وفي ظل ذلك تملك أوكرانيا شريكا قويا في الولايات المتحدة. إذا تابعنا مع حضراتكم هذا الجانب من تصريحات أنتوني بلينكين في الزيارة غير المعلن عنها إلى أوكرانيا.